وده الفول النابت اللي هنعمله مع بعض النهارده، اساسي في تحضيرات العيد، ما بقدرش استغنى عنه خالص في العيد. جميل جدا، وعملناه بالبصل والثوم والكمون والليمون، والشوربه بتاعته غامقه كده لان انا مكتره الكمون شويه، عايزاها رايقه خالص، ما تحطيش كمون، مش حابه تحطي كمون خالص، اب تو يو يعني، على براحتك، بس انا ما بحبش الفول النابت اللي لما الكمون يكون زياده كده. ريحته جميله جدا ومفيد جدا. يلا اسمعي الوصفه، اسمع الفيديو للاخر عشان تعرف الطريقه والوصفه كويس. ولاول مره تشرفيني في قناتي، ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس، واهم حاجه دعوه طيبه. بصوا الجمال خطير جدا، حلو جدا، تحفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفول النابت من الالف للياء. يلا نشوف كده مقاديري وطريقتي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا معايا نص كيلو فول، لازم تختاري الفوله العريضه الجميله دي الكبيره دي اهي، تمام. هاخد كميه الفول دي نص كيلو، نص كيلو دوت بعد التنبيت هيدينا كيلو. هاخد الفول بتاعي. اول حاجه خالص احب اقول لكم، احنا جبت الفول الاول نقيته، لازم تنقي تنقيه ممتازه، تخلي بس الفوله النظيفه كده وترمي اي حاجه مش كويسه. هحطه هنا بقى، بحطه في الميه لمده 24 ساعه اول حاجه خالص. بصوا كده خلاص اهو، حطيته في الميه، هسيبه بقى لمده 24 ساعه. يعني انا لو عاملاه مثلا المغرب يبقى بكره ان شاء الله على خير باذن واحد احد المغرب ان شاء الله نصفيه بقى من الميه دي. هسيبه كده بس ما ينفعش اغطيه علشان ما يعملش ريحه، هسيبه كده زي ما هو لحد بكره باذن الله في نفس الميعاد. يبقى كده مر عليه 24 ساعه، وبعدين ان شاء الله نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا بقى، انا قلت لكم ان احنا هنحط هننقع الفول دوت لمده 24 ساعه. الكلام ده لو الجو برد. دلوقتي في الجو الحر انا قمت الصبح اهو، يبقى 12 ساعه، من 12 بالليل ل 12 الظهر، لقيت اهو حجمه اتضاعف، زاد القشر، هي ابتدت تطلع منه كده، تمام قوي. المفروض بقى اصفي الميه، وهجيب هحتاج مصفى وقماشه قطن. تعالوا اقول لكم بقى هنعمل ايه. بصوا بقى، انا جبت طبق اهو، حط عليه، حط كده الطبق تحت، حط كده، وهفرد القماشه بتاعتي. لازم يا جماعه تكون قطن، تمام. بصوا اهو فردتها كده على المصفى، هصفي الفول ده وهوريكم هنعمل ايه. بصوا بقى، انا صفيت اهو، هبتدي بقى احطه كده بالميه اللي فيه. انا مش عايزاه ينشف، انا عايزاه القماشه دي هتبقى مبلوله ميه اهو، احطه كده حط كله. اهو تمام، شيل بقى الطبق بتاعنا ده، احط ده هنا، شايفين اهو حطيته كده. هعمل ايه بقى؟ هجيب القماشه كده اغطيه اهو. الله اكبر الله اكبر، الله اعظم والعزة لله. اهو بصوا هغطيه كده تمام. وهعمل ايه بقى؟ طبعا هعمل، عارفين جزء القماش ده هنديه كده بالميه وهغطي كده وهنديه بردك كده، او هنسمه كده بالميه اهو، وهسيبها كده ملفوفه. بصي انت ما بتعمليها كده في القماشه بتسرعي من عمليه الانبات، تمام. كل 5 6 ساعات ايه تعملي كده، هقول لكم برده بعد كام ساعه كده هقول لكم هنعمل ايه. بناخد الفول نفسه نشطفه تحت الحنفيه وننسم القماشه كده بس، وهتسيبيها بقى لحد ما تلاحظي ان هو نبت، يومين وهتلاقيه زي الفل، تمام. وهنتبع واحده واحده. بصوا دلوقتي خلاص عايزه اوريكم النبت اهو، تاني يوم اهو ابتدى بقى خلاص اهو ينبت اهي، شايفه التنبيته بتاعته اهي، هي الحته دي عشان اللي مش عارف اهو. هتنقيه بقى، لو حتى مثلا تلاقي حاجه كده بايظه فيه ولا حاجه تشيليه، تشيليها. وهنشطفه شطفه كمان ونحطه بردك تاني في القماشه القطن النهارده طول النهار،
ونشوفه بكرة بإذن الله. بصوا بقى دلوقتي خلاص تاني يوم بالليل، بعد ما عدى يومين خلاص بقى نبت زي ما انا قلت لكم اهو. بصوا هو كده بالظبط، يبقى خلاص نبت بقى. يلا بينا كده نسويه مع بعض. بصوا الجمال تحفة جدا، ولو على فكرة قعدتيه اكتر من كده هينبت برضه. انا كنت حاطاه في مصفة صغيرة، دلوقتي حاطاه في مصفة كبيرة اهو. يلا بقى كده نسويه مع بعض، نشوف هنسويه ازاي اهو. بصوا اهو، بصوا دلوقتي خلاص اهو، بعد ما الفول نبت معانا هقول لكم تاني من الاول خالص. احنا جبنا الفول نقعناه لمدة 12 ساعة، وبعدين جبناه حطيناه في مصفى وغطيناه بشاشة، وابتدينا كل 5 أو 6 ساعات نناديه كده بالمية، نغسله غسلة الأول تحت الحنفية، وبعدين نقفل عليه الشاشة ونديها كده بالمية أو تنسميها بالمية، تمام. وبعدين بعد ما تنبت بعد اهو 2 ونص، دلوقتي بقى هنسويه ازاي. أول حاجة أنا أدي الحلة بتاعتي اهي، حط فيها مية سخنة، المية هتبتدي تغلي اهو. ومحتاجة عشان اعمل النابت معايا ملح، ومعايا توم، ومعايا ليمون، ومعايا كمون. الكمون روح النابت، مينفعش النابت من غير الكمون. خلاص اقول لكم بقى هنعمل ايه كده واحدة واحدة. ومعايا كمان بصلة، نسيت اجيب البصلة. هنقول تاني عشان ننبت الفول بقى، خلاص احنا نبتناه هنسويه بقى. معانا الفول اهو ومتنبت، معانا بصلتين وسط متقطعين قطع صغيرة اهي جوانح كده، ومعايا ملح وتوم وليمون وكمون، وهنا الميه بتغلي على النار اهي. دي تغلي كده، هنحط الايه الفول على طول. كده الميه هي بتغلي معانا، هبتدي انزل النابت. هنزل النابت بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اسألك البركة في كل شيء. هقلب بقى اهو، اقلبه كله كده. بص بقى حطينا النابت اهو، نخلي النار وسط، تمام اهو. نحط معاه بقى البصل والثوم والملح، وهنعصر الليمونه اهو. الليمونه دي هتدي له ريحه جميله قوي اهو. النص التاني تمام. الكمون شويه كده، نقلب كل ده كده مع بعضه. يبقى حطينا البصل والليمون والثوم والفلفل، سيبه بقى كده لحد ما ايه يستوي، نبتدي نحط ايه الكمون. بعد ربع ساعه كده نحط الكمون ان شاء الله ونشوفه مع بعض. نحطه بقى دلوقتي بعد شويه اهو. الريمه دي طلعت، الريمه دي بشيلها كده اهي، لازم تشيليها تاخدي بالك اهو، تشيليها كلها كده اهو عشان الشوربه بتاعته تبقى رايقه وجميله اهو. بصوا بصوا انا خدتها كلها اهو، تاني كده خدهم كلهم كده اهو، شايفين اهو، تحسي ان الشوربه بقت رايقه وزي الفل اهو. بصي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر اهو. لو حسيت ان في ريمه اتكونت تاني ولا حاجه اهو، بصي من على الوش كده وبتاخدي اللي على الريمه اللي على الوش دي بس اهو، تمام. دلوقتي بقى هنزل بالكمون اهو. احنا قلنا الكمون روح النبت، تمام. سيبه بقى يستوي ونشوفه ان شاء الله بعد ما يستوي. بصوا بقى دلوقتي شلت كمان ريمه كمان عليه. بصوا الصينيه دي او الطاسه دي فيها ريمه كلها، ارميها. ده دلوقتي خلاص ما بقاش فيها ريمه خالص، هغطي عليه بقى وايه ووطي عليه النار واسيبه بقى يستوي براحته، ونشوفه ان شاء الله في طبق التقديم باذن الله. شكل خلاص الفول النابت بعد ما حطيناه في طبق التقديم، جميل جدا وريحته خطيره. هو تحس ان الشوربه بتاعته غامقه شويه علشان الكمون، لو مش عايزه الشوربه غامقه كده خففي الكمون شويه، انا بحبه كده، بحب الكمون في زياده لان الكمون طبعا روح الفول النابت. يلا نفذي الوصفه هتعجبك جدا، وما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ودعوه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.